سلطة التنظيم على المنطقة تم مغلق لأكثر من عامين، حيث أن التنظيم قام باحتكار أغلب المراكز الحكومية بما فيها المستوصفات. بعد التحرير تم إعادة تأهيل المركز وترميمه، استغرقت العملية ما يقارب شهرين أو ثلاث ثم بدأ العمل فيه. المركز يغذي احتياملات، يخدم بلدة احتياملات وست قرى محيطة فيها. أغلب احتياجات الأهالي من الدواء هي الأدوية المزمنة كأدوية الضغط وأدوية السكر، وهي متوفرة نسبيا، وأدوية الأطفال فيها نوع من الشح. افتتاح المركز بالنسبة لأهالي القرية يعبر لهم عن اهتمام السلطات بالرعاية الصحية الأولية، ويعطيهم الأمل في المؤسسات التي ستبنى من جديد. الخدمة كانت على أيام داعش سيئة كثير وكان مسكر، بالوقت الحالي انفتح الحمد لله، الله يجزيهم الخير ويعطيهم العافية، وصارت الأمور الصحية جيدة، وكخدمة لهالمستوصفات صار كسيارة إسعاف، والله يجزيهم الخير، ومنريد نحن يتفعل هالمستوصفات بمجال أوسع، الله يجزيهم الخير.